اهلا وسهلا بكم اصدقائي، معاكم مستر بادجي. اصدقائي جوه مصر وبره مصر برحب بكم في عياده بادجي، وهتكلم معاكم في الفيديو بتاع النهارده عن 6 اطعمه تتسبب في موت العصافير يجب ان نتجنبها تماما. 6 انواع من الخضروات والفواكه ما ينفعش ان احنا نقدمهم لطيورنا نهائيا، لانهم بيسببوا حتما موت للعصافير وتسمم بالامعاء. بالتالي هنتكلم في الفيديو ده، تابعني بعد المقدمه. رجعت لكم تاني، وقبل ما نبدا في الفيديو، الناس اللي لسه ما اشتركتش في القناه بتمنى ان هم يشتركوا في القناه. لو اول مره تتابعني اشترك في القناه وفعل زر الجرس وخليك متابع معايا. خلال ايام الاسبوع بننزل كل يوم او اتنين بفيديوهات مفيده جدا في محتوى علوم الوراثه وعلاج الامراض بالاعشاب والنباتات، وايضا في سلسله امراض الطيور وفقره سؤال وجواب والتقرير الاسبوعي للاسعار. خلينا ندخل على طول في اول طعام من الاطعام المسببه للموت، وهي بذور التفاح. بذور التفاح اول حاجه معانا النهارده من ال6 انواع، وهي بتكون سبب رئيسي في موت العصافير. لو بتقدم تفاح لطيورك لازم تشيل المنطقه اللي في الوسط بما فيها البذور. بالنسبة لتاني نوع من أنواع الفواكه أو الخضروات اللي بتموت عصافيرنا، الفطر. الفطر يجب أن نتجنبه تماما، مينفعش نقدم لطيورنا الفطر. الفطر بيسبب موت للعصافير مباشرة. بالنسبة لتالت حاجة معانا وتالت نوع من الأنواع اللي بتموت طيورنا، هي الأفوكادو. الأفوكادو من النباتات اللي بتسبب موت مباشر للطيور، يجب أن نتجنبه تماما في تقديمه لطيورنا. بالنسبة لرابع حاجة معانا من مسببات الحاجات اللي بتسبب الموت للعصافير، وهي النباتات الخضراء اللي بتطلع في البطاطس أو في بعض البلدان بيقولوا عليها البطاطا. النباتات الخضراء اللي حضراتكم شايفينها دي بتسبب موت مباشر للعصافير. لو بتقدم لهم بطاطس يجب أن تزيلها وتتم إزالتها تماما. وآخر حاجة معانا النهاردة أو خامس حاجة لسه، هي الأوراق الخضراء بتاعت الطماطم، مش الطماطم نفسها، الأوراق الخضراء اللي بالأعلى دي، وكمان الطماطم الخضراء، أي منطقة خضراء، أي طماطم خضراء يجب أن تتجنب أنك تقدمها لطيورك تماما. بالنسبة للطماطم، الطماطم نقدر نقدمها لطيورنا، ولكن الأوراق الخضراء اللي بتكون أعلى الطماطم دي ما ينفعش نقدمها. المنطقة الخضراء نفسها لو الطماطم مش مستوية وفيها حاجة خضراء لازم نتجنبها تماما. زي ما أنتم شايفين كده، الحاجة الوحيدة اللي تصلح اللي هي أعلى واحدة على اليمين فوق، دي أقصى اليمين فوق خالص، هي دي الحاجة الوحيدة اللي تصلح تقدمها لطيورنا. طبعا الورقة الخضراء اللي فوق ما ينفعش نقدمها. الصورة اللي هتيجي دي أيوه هي دي، الطماطمية نفسها ممتازة، ولكن الورقة ما تنفعش إن احنا نقدمها لطيورنا وبتسبب موت مباشر للطيور. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاع النهاردة ونهاية الحلقة بتاعت النهاردة. أتمنى لو كان الفيديو عجبك تعمل لايك عشان يوصل لأكبر عدد ممكن، ويكون ده هو ردك عليا على تحفيز ليا عشان أنزل بفيديوهات جديدة، وعشان كمان تقدر ترجع الفيديو في أي وقت. ما تنساش تعمل لايك، ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يجيلك تنبيه أو التنبيهات تجيلك بمجرد إن أنا أنزل فيديو على القناة. وأشوفك الفيديو الجاي.